من شوية احنا كنا بنتكلم عن التكست وقلت لك ان انا هوريك الفلتر. اول حاجة ممكن نعملها دلوقتي ان انا هاخد دي اعمل لها كوبي واعمل بيست تاني عشان اعمل اكتر من واحدة عشان اوريك الفرق ما بين الافكت والافكت التاني. كليك على التاب بتاع الفلتر تحت، تمام، هتلاقي ان هو هنا حاطط نن، يعني مفيش اي حاجة معمول لها فلتر. الفلتر زي ما انت شايف فيه عندك 8 مود: دروب شادو، بلور، جلو، وبيفل، وجريدينت بلو، وجريدينت بيفل، وادجاست كولر. تمام. دروب شادو كده نشوف ايه دروب شادو. ادي دروب شادو. دروب شادو ان هو هكبر شوية بعد اذنك، قول كده تمام، ان هو خد التكست بتاعنا وحط تحتي شادو. في اي فيرجن قديم قبل فلاش 8، لو انت عايز تعمل الافكت ده قدامك حل من اتنين: ان انت تعمل اتنين لاير من التكست زي دي كده كنترول وفي، وتاخد دي سلكتها كلها كده وتخلي لونها فاتح زي ده، وتغير الفونت بتاعها مثلا تخليه 17. اوكي، لا اسف 18 تاني زي ما كان. هتلعب فيها عن طريق السكيو وتاخدها، تمام، وتروح حاططها ورا التكست، تمام، عشان تعمل الافكت بتاع دروب شادو. ده بالنسبه للناس اللي كانوا متعودين على الكلام ده، فعلا بيعملوا بيه حاجات كويسه قوي وبيعملوا بيه حاجات كويسه، لكن ده مره واحده انت كليك كليك خلاص، ده اللي بيحصل. الشادو بقى اللي انت عايزه، انت عايز الشادو ايه لونه؟ عايز لون الشادو مثلا يبقى لونه رصاصي فاتح زي ده، او غامق زي ده كده، تمام. مساحته قد ايه؟ الاكس والواي بتاعته الكوردينيت بيبعد قد ايه عن الاصل اصل الكلام، تمام. الاثنين بيتحركوا مع بعض ولا لا؟ الاكس والواي بيتحركوا مع بعض ولا لا؟ نسبته ساتوريشن بتاعه، تمام. لحد ما توصل لحاجه معينه انت شايف ان هي ممكن تكون كويسه بالنسبه لك. فلاش بيسمح لك ان انت تحافظ على المود ده في شكل بسيط قوي، ان انت كل ما هتكتب تكست وعايزه ياخد نفس الايفكت ده بتحافظ على الفلتر ده، بتسيبه باسم معين انت هتفتكره. يعني هدوس على البلس ده، تمام، سيف از، سيف از، ماشي، هشام تكست، هخليه اوكي. هاجي هنا هكتب تكست تاني، تمام. التكست ده زي ما هو اهو. انا عايز اخلي نفس الافكت ده هنا، هروح على الفلتر واقول له اديله هشام تكست بس، تمام. لو كنت بتشتغل ببرامج تانية، يعني لو كنت بتشتغل على فلاش قبل كده، او الناس اللي اشتغلوا على فلاش قبل كده، عشان يعملوا اللفة دي قدامهم الحل الاولاني اللي هو ده، اتنين لاين فوق بعض وتروح حاططهم، تمام، او ان انت تبتدي تعمل تاخد التكست بتاعك تكتبه في برنامج تاني زي فيكتور، او برنامج فيكتور ايديتنج زي كورل درو، او برنامج تاني زي فوتوشوب، تاخد الشغل بتاعك وتعمل له امبورت بعد ما تعمل البيفل والشادو وكل حاجه انت عايز تعملها في التكست بشكل حلو وجميل، بتاخدها تعمل لها امبورت جوه فلاش. فكده فلاش مع الفلتر وفر علينا موضوع كبير جدا. الفلتر الجزء بقى الجميل والممتع بتاعها ان هي ان انت تقدر تعمل ابلاي للفلتر مع التكست وكمان مع الموفي كليب.
طبعا الموفي كليب احنا هنشرحها بشكل كبير ومفصل في المرحله الجايه، بس ممكن اوريك تيست صغير على اللي احنا ممكن نعمله. ان انا هاجي هرسم سيركل صغيره، تمام؟ السيركل الصغيره دي هكليك عليها كلها كده وادوس F8 وهختار ان هي تبقى موفي كليب. تخيل احنا عملنا الكلام ده قبل كده بس عملناه على الجرافيك، هخليها المره دي موفي كليب واقول له اوكي. وهاخد الانستنس دي، تمام، هعمل لها ديليت وهدرج واحده ثانيه فريش من اللايبرري. ادي اول واحده وادي ثاني واحده وادي ثالث واحده، تمام. لو انا جيت على دي وعلى فلتر، تمام، واديها هاشم تكست، عمل فيها نفس اللي اتعمل فوق هنا زي ما انت شايف، نفس اللي كان معمول هنا هو عمله فيها، ان هو اداها شادو تحتها، تمام، وغير المساحه بتاعتها، بقت الانجلز بتاعتها زي ما انت شايف هنا فيها بيكسل شويه، تمام، لكن الاصليه اهي شكلها زي ما هي. لما احنا بنتعامل مع انستنس ونعمل دروب شادو لكل واحده، احنا ممكن نعمل دروب شادو لكل واحده من غير ما نعمل نقصها في التانية. اوكي، نعمل لها جلو، نعمل لها جلو. جلو لونه ممكن يكون ايه؟ الازرق. الازرق الجلو بتاعه ممكن يكون جلو ميتال شويه، يبقى كده تمام. ده الجلو اللي اتعمل. ونديها نديها بيفل، تمام، ونخلي مساحة البيفل ده واحد مثلا، ونخلي هنا واحد برضو، تمام. وناخد البيفل ده نخلي اللون بتاعه فاتح شوية، تمام. ونعمل ايه تاني كمان؟ الهايلايت بتاعه نخليه برضو رصاصي فاتح السنة، لا الدرجة الأوطى من ده شوية، تمام. لو خدت ده كده وعملت له سكيو وسكيو كمان، تمام، بقى عندنا بول او بوتن. برضو ناخدها نعملها دراج فوق هنا، تمام. ودي مش هنعمل لها حاجه، هنعمل لها ديليت. انا بقى عايز اوريك حاجه تانية حلوه قوي بالنسبه فيما يخص الفلتر. لو انت كليكيت على دي وهي اصلا واخده فلتر وعايز تشيل الفلتر اللي انت عملته، اعمل ريموف، ما بقتش واخده فلتر، دي واخده 2 فلتر. عايز اشيل الجلو واسيب البيفل، او اسيب البيفل باخد الجلو بس، وممكن اشيل 2 كمان، تمام. وممكن زي ما قلنا اديها حاجه انا عاملها مسبقا. طيب الحاجات اللي انت عاملها مسبقا دي، انا بطلب منك ان انت تعمل الاتي، ان انت تقعد ترتجل شويه وتطلع شويه حاجات شكلها حلو، تمام، وتسيبها باسمك عشان تعمل لها ابلاي على التكست بتاعك، وتعمل لها ابلاي على الموفي كليبس بتاعتك. واشوفك الدرس الجاي.